السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرتي طبعا كله عملها قبل كده، عيشة في البلكونة. أنا عاملاها بدورين، دور بربي فيه فوق الفراخ البلدي. الفرخة دي كنت جايباها عمر يوم واحد، دي جايباها للبيت، ربنا يكرمني فيها يا رب إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليها، بقى عندها شهر ونص. وطب الدورة بتاعت كتاكيت البيضة دي أنا جايباها دلوقتي النهاردة، بقى لها 4 أيام. كنت جايبه دوره قبل كده بس ما شفتهاش معايا، وبسم الله ما شاء الله ربنا كرمني فيها، ذبحتها قبل العيد، فربنا يكرمنا في الدوره الجديده ديت ان شاء الله من غير ما اقطع. هي تربيتها بس مشكله في الحر، بس جو حر. طبعا انا حاطه لهم لمبه بيضه، مش حاطه لهم لمبه حمراء، عشان حاطه لهم اللمبه الحمراء امبارح، فطبعا ايديتهم حرانين كده وفاتحين بقهم، فرحت شايلها فحطت لهم اللمبه ديت. ودي فكره العيشه، فكرتها بسيطه جدا، خشب وسلك وخلاص، يعني اي نجار يعملها لك، مش هياخد فلوس كتير ان شاء الله ولا اي حاجه، وهي بتنفعك يعني، بتربي فيها اي حاجه انت عايزاها. فراخ بلدي، فراخ دي بلدي مشعر اللي انا جايباها عشان البيت.